اهلا بيكم. من يومين الحكومه قررت انها تدعم المشروعات الصغيره متناهيه الصغر. الاسم حلو، وعايز اقول لك ان دوله زي الصين نهضت بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. المشروع اللي بيبدا ب 1000 جنيه و2000 و3000 جنيه، المجتمعات بتنشا بالمشروعات الصغيره دي. كان راس مال المشروع الصغير علشان تروح ترخص له في الدوله يبقى راس ماله 50,000 جنيه. فالحكومة شافت ان في تناقض بين دعوتها للشباب للاستثمار وبين ان يبقى رأس مال المشروع الصغير 50,000، فقررت تخفضه ل1000 جنيه. وقبل كده السيد رئيس الجمهورية قال ان المشروعات الفردية مش محتاجة مقر. لما انا اخد المعنى ده انا كشاب عشريني او ثلاثيني او حتى اربعيني مش عايز اعمل مشروع راس ماله 1000 جنيه، وفي نفس الوقت مش مطلوب مني مقر، طب ايه المشكله ان انا اجرب؟ ايه المشكله ان انا اشوف الدنيا؟ هل انا لازم اول ما اتخرج اقعد ادور على شغل واشتغل موظف؟ طب انت فكرت حتى بعد 3 أو 5 سنوات من الوظيفه ان انت تجرب حظك؟ ما يمكن الدنيا كويسه. يعني ايه اللي يمنع كل المستثمرين رجال الاعمال الصناع بداوا حياتهم بهذا الشكل؟ فكره التجربه. طيب عندك بنوك زي بنك ناصر، زي البنك الاهلي، زي بنك مصر بتدعم المشروعات الصغيره، وكان في فند يعني قرض كده عامله البنك المركزي منذ 5 سنوات قيمته 200 مليار جنيه كان بفايده 5% لدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر. النهاردة أنا بدعو كل شاب في مصر اللي جاي يا أخوانا مش محتاج الوظيفة، خلي الوظيفة للي هو خلاص فاقد الطموح، ما عندوش إلا فكرة الوظيفة وبيدور على الأمان والثمان ساعات والعشر ساعات. بس أنت كشاب لسه مليان حماس وطاقة وحب للحياة، حاول أن تستفيد بمثل هذه الفرص. ليه هي فرص؟ لأنها ممكن ما تتكررش، ممكن يطاق في دماغ الحكومة تقول لك لا حبيبي خلاص أبو بلاش خلص رأس المال يبقى 100,000، وممكن الفايدة تزيد أكثر وأكثر. تعال ناخد بعض كده ونلقي فكرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيه هي فكرتها؟ إزاي نعملها؟ هروح للأستاذ علاء، المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مساء الخير مهندس علاء. مساء النور، اهلا وسهلا. لو في شاب بيسمعنا دلوقتي مهندس علاء وقرر ان هو يسمع كلامنا ويقول انا هروح اعمل مشروع صغير او متوسط، هل زمايله حواليه والبيئة هتساعده، ولا يقولوا له لا ده اليومين دول الدنيا بايظة والجنيه بيتراجع، اهدى شوية، مفيش حد هيساعدك، ده انت ممكن تاخد القرض وتلبس في الحيطة؟ لا، هما هيقولوا له كده فعلا، هيقولوا له كده، هو مش ده الواقع؟ ايوه كده معاك، هو ده الواقع. لا، هو مش ده الواقع. لا انا قصدي ده واقع البيئه المحيطه بالشاب. بالظبط كده، هي دي القضيه. لكن انت عندك كلام تاني بقى عايزين نسمعه لهذا الشاب. الله ينور عليك، بالظبط كده. اتفضل. اولا خلينا نقسم بس الموضوع اتنين، في ناس عندها فعلا طموح وعنده فكره وعلى استعداد ان يعمل مشروع خلاص، وفي ناس عايز يبقى موظف. ما نقدرش نقول ان ده غلط وده غلط. صحيح. بس اللي هنقوله بقى انه غلط ايه؟ ان اللي عايز يعمل مشروع ما ينفعش انه يفوت اللي بيحصل دلوقتي. قولا واحدا، خد بالك النهارده ان انت ما عندكش، او مش انت تحديدا، العالم كله بدا يعتمد على نفسه ذاتيا. واقع الامر، ودي انا بتكلم حضرتك دلوقتي، انا في الصين مش في مصر بالمناسبه. في الصين، نعم. بس انا بحكي لحضرتك الموضوع اللي بيحصل ايه في كل دول. اتفضل اتفضل. كل دوله النهارده عايزه تعتمد على نفسها. ما عندهاش بديل اخر. لما حصلت الازمه سواء الكورونا او الحرب الروسيه اللي بتحصل دلوقتي، اثبتت للعالم ان انت لو ما عندكش مقومات حياتك مش هتعرف تعيش. طيب نعكس الكلام ده علينا احنا بقى، احنا دوله بنستورد 60-70% من احتياجاتنا. صحيح. ونصها كلام يسهل عمله. صحيح.
وده اللي احنا بنقول للناس عليه. طب ما تيجي انت النهارده انت عندك طموح لحاجه معينه، طب ما تبدا تفكر تعمل ايه. فكرت تعمل ايه؟ دي نمره واحد، السوق مفتوح بالنسبه لك لان مفيش استيراد، فاذا النهارده انت عندك فرصه ذهبيه. طيب هتيجي تقول والله اصل انا مشكلتي معيش فلوس ان انا افتح مشروع. يا حبيب قلبي ما انت النهارده ممكن تعمل شركه ببلاش، معلش ما تاخدش النهارده ال 1000 جنيه دي بلاش، ببلاش صحيح. خدت بالك؟ عملت شركه. تاني يوم ده خلي بالك ومش مطلوب منه مقر ولا حاجه خالص، يعني ولا ايجار ولا كهرباء ولا ميه ولا بواب ولا سكرتيره ولا ساعي. بالظبط كده، انت عملت شركه. تاني يوم انت النهارده صاحب شركه مبدئيا كده. تاني يوم هتروح تقدم تقول والله يا اخوانا انا هعمل 1 2 3 4. انا ما بقولكش ما تاخدش الموضوع بجديه، بمعنى انت شاب او كبير او صغير زي ما حضرتك تفضلت في الاول بالظبط. لا لازم تاخده بجديه، ولازم تشوف الدنيا عايزه ايه والبلد عايزه ايه واحتياجاتنا ايه والاجزاء، وفي لست موجوده سواء جهاز المشروعات حاططها او عندنا في الاتحاد حاطينها. انا مش عايز اقول لك الوف الاجزاء اللي ممكن تبدا تعملها. طب اسمح لي استفيد بقى بخبرتك كده يا مهندس علاء. الشباب اهو اللي بيسمعونا اقتنعوا بكلام حضرتك، هيروحوا بكره يطلعوا البطاقه الضريبيه ويأسسوا شركه ب 1000 جنيه فرديه مثلا، تقترح يعملوا ايه؟ وهيروحوا البنك ياخدوا قرض، ايه الافكار اللي ممكن يشتغلوها النهارده؟ وحضرتك بتلفت انتباهنا لنقطه مهمه ان الاستيراد واقف، ثم هل يبدا بالاقتراض اصلا ولا يجرب بجزء من معاه ذهب مرات وحاجه علشان لما المشروع يكبر يبقى يروح ياخد القرض؟ طبعا اولا لازم يبدا من معاه، مش عيب انه يبدا من معاه. كلنا انا بدات كده وغيري بدا كده واي رجل اعمال النهارده بدا كده، ما لازم تبدا معاك. وانا لو بنك النهارده مش هدي لك لو انت ما عندكش استعداد تبدا بجزء من معاك. انت جاي تاخد مني انا الفلوس وانت مش عايز تغامر بجزء من معاك، ده يبقى كلام مش طبيعي. لا لازم تبدا بجزء من معاك. انما سؤال حضرتك الاهم بقى، لا مش ان ايه اللي يتعمل؟ هو ده السؤال الاصلي بقى. طيب انا هقول لحضرتك النهارده جميع مواد او الادوات المعمار من اول فرشه الدهان انت بتستوردها. وهذه الاجزاء في منتهى البساطه انها تتعمل. ممكن نصنعها بخامات مصريه ولا هستورد الخامه؟ ما فيش حاجه هتستوردها. خد بالك برضو في النقطه اللي حضرتك عليها، قد يبدو للناس انا راجل النهارده خلاص بقيت بيتقال عليا راجل مصنع وعندي مصانع وبتاع وكلام. لما حصل موضوع الاستيراد انا بدات افكر في ايه بقى؟ ان لازم استعين بخامات محليه. صحيح. حتى لو الجوده بتاعتها اقل، دوري انا كراجل صناعه وكراجل مصري ان انا ارفع هذه الجوده عشان تلاقي اللي انا محتاجه. صحيح. ومش انا الوحيد اللي عملت كده بقى، ناس كتير عملت كده. فاذا النهارده عشان حجه ان انا اقول اصل الخامات بتاعتها مستورده وانا مش هعرف اجيبها، لا انت معظم الخامات تقدر تجيبها من هنا. ممكن ما تجيبهاش بالسبيكس او المواصفه اللي انت عايزها، بس هتوصل للمرحله دي في وقت ما زي ما الدنيا كلها بدات. فانا بقول لحضرتك كل اجزاء المعمار انت بتستوردها، كل اجزاء الزراعه انت بتستوردها، كل الاجزاء الصغيره للعنايه بالبني ادمين انت بتستوردها، انت بتستورد فرشه تراب، بتستورد اسكت. يعني عارف لو واحد قعد كده وبص هيلاقي حاجات كتير جدا 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 بيستورد. اي حاجه منهم انت لو دخلت فيها انت. طب الوقت الحالي صالح لبدء مثل هذه المشروعات؟ 100% 100% استيراد. يعني مش استيراد واقف، فانت عندك فرصه كشاب اي مصنع عايز ياخد الخامه منك على طول المنتج. يا باشا انا المستوردين النهارده بيكلموني، المستورد بيقول لي انا عايز اعمل مشروع عشان انا كنت بستورد كذا ومش استورده وعايز اصنعه. اذا هي فرصه امام الشباب. انا شايفها كده 100% قولا واحدا. اشكرك مهندس علاء السقطي رئيس جمعيه المشروعات الصغيره والمتوسطه. عايز اروح بقى لمدير عام المكتب الفني الرئيس مصلحه الضرائب استاذ طلعت عبد السلام. ليه؟ الشباب وهم داخلين على مثل هذه المشروعات هتلاقي بقى واحد صاحبه قاعد جنبه على القهوه يقول له يا عم هتروح فين وبتاع، ده انت اشتغل تحت بير السلم، هتروح الحكومه بتصطادك،
بتخليك عايزك تعمل شركة عشان تقعد تحلبك من الضرائب. يا عم لا، مين قال الكلام ده؟ طب ما تيجي نسمع رأي الضرائب، وهل هي هتقف معاك وتساعدك ولا لا؟ بالعكس، احنا عايزين نتحول كلنا الى مجتمع ضريبي. مش معقولة الدولة عايزة تدعمك وتخليك تفتح نشاطك الشركة بألف جنيه، وعايزة تطلع عينك اخر السنة وتاخد منك الالوف زي ما بيقول لك صاحبك على القهوة. استاذ طلعت عبد السلام مساء الفل. استاذ طلعت، استاذ طلعت عبد السلام، طب حاولوا معايا يا شباب. فاذا احنا عايزين نعرف ما نخوفش الشباب. استاذ طلعت مساء الفل. انا معاك يا استاذ. اهلا بحضرتك. عايز اطمن الشباب الصغير اللي عاوز يروح مقتنع بافكارنا النهارده انه هيؤسس لشركه فرديه صغيره راس مالها 1000 جنيه، الدوله لا تشترط ليها مقر، وعايز يجرب حظه، بس اصحابه قاعدين معاه يقولوا له لا خلي بالك، ده انت بص كده هتبقى تحت عين ونظر الضرايب، وهيطلعوا عينك وهيحولوك لفين ومتهر، يقعدوا يقلقوه. انت كممثل للضرايب النهارده تطمن الشباب دول تقول لهم ايه، وايه الدعم اللي انتوا كضرايب هتقدموه له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بالسادة المشاهدين. مسألة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الملفات الهامة اللي احنا بنهتم بيها داخل مصلحة الضرائب. احنا عندنا دور كبير وتوجه كبير ان احنا نساعد هذه المنشآت ونقف جنبها. احنا عايزينها بالعكس، احنا مش عايزينها تستناها صغيرة طول الوقت كده، ولكن انا بديها العديد من المميزات عشان خاطر تكبر ويبقى لها دور اكبر في الاقتصاد المصري. المسألة دي مش مجرد كلام، ولكن المسألة دي احنا ترجمناها على مستوى الدولة ككل لما صدر القانون 152 لسنة 20 اللي بيتكلم عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. القانون ده في الحقيقة منح هذه المنشآت العديد من المزايا والحوافز. المزايا والحوافز دي زي ما بقول لحضرتك لينا هدف واحد في الآخر، ان انا عايز اقول له ما تخافش انا جنبك وبساعدك. من الحوافز دي على سبيل المثال يا استاذ محمد، ان هو زي ما كنت بتتكلم حضرتك دلوقتي هيعمل شركة، طب لما يعمل الشركة ديت هيبدأ يروح عشان خاطر يوثقها في الشهر العقاري. فبنقول له خلي بالك انت لما تخش تحت قانون تنمية المشروعات الصغيرة هنديك العديد من المزايا. اول هذه المزايا ان انا هعفيك من رسوم الشهر والتوثيق، يعني هتروح حضرتك توثق عقد الشركة ومش هتتكلف اي مصروفات، مش كده وبس. حضرتك لما يبقى تيجي تاخد مقر او تاخد ارض وتيجي تسجل هذه الارض في الشهر العقاري احنا هنعفيك كمان من رسوم التسجيل. حضرتك ممكن جدا بقرار من مجلس الوزراء نعفيك من الضريبة العقارية. بقول له لو انت عندك مشروع وعندك آلات وبعد كده حضرتك حبيت تطور في المشروع ده وبعت الآلات دي وحققت من البيع ربح، انا بقول لك انا مش هقطع الربح ده للضريبة، بس انا عايزك الهدف بتاعي انك تكبر، فانا مش هخضعك للضريبه بس بشرط انك انت تمن البيع تشتري بيه الات جديده، مش كده وبس. واحنا بنتكلم عن شركات الشخص الواحد، انا هعفيك من ضريبه اسمها الضريبه على توزيعات الارباح، حضرتك هتبقى معفي منها. واكتر من كده بقى كمان، انا هقول لك لو انت شغال وبقالك فتره 5 6 10 سنين واقتصاد غير رسمي وملكش ملف ضريبي، أنا بطمنك جدا النهارده وبقول لك بموجب القانون 152 بمجرد إن حضرتك بتيجي وتسجل نفسك في قانون المشروعات الصغيرة، حضرتك بديلك عفو ضريبي عن كل السنوات السابقة. مش أنا كمصلحة ضريبي اللي بديك العفو، ولكن القانون هو اللي بيديك هذا العفو ويقول لك كل اللي فات ده خلاص إحنا مالناش دعوة بيه، وهنبدأ مع بعض من النهارده نتحاسب ضريبيا من اليوم اللي حضرتك جيت لي فيه. ده بالإضافة للعديد من المزايا الأخرى، وغير كده كمان القانون بيديله معاملة ضريبية مبسطة تختلف عن المعاملة اللي بيتعاملها طبقا للقانون 91. إذن الأمور بالنسبة للشاب سواء على مستوى الضرائب هناك دعم، على مستوى الإجراءات التأسيسية هناك دعم. أنا بشكر حضرتك أستاذ طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني للرئيس مصلحة الضرائب. هي دعوة
دعوه للشباب ليه؟ لان دلوقتي في خريجين وتلاقي الناس بيتصلوا، طب نلاقي وظيفه، اللي عايز يروح للوظيفه يروح. ما بص، عمرك ما تقنع واحد موظف وراح للوظيفه انه هيجرب راس ماله. لكن عايزين نتكلم في ايه؟ انا بقول لك كشاب، خاصه لو انت موظف في بعض الوظائف اللي احنا بنتكلم عنها والعالم بيتكلم عنها، الناس هتختفي خلال سنوات قليله، يبقى ليك كمل في هذه الوظائف. يعني انا عايز اقول لك مثلا وزير التعليم العالي نفسه بيقول لك على وظائف هتتلغي خلال سنوات بسيطه، مهارات المراجعين، المحاسبين، مدخل البيانات، موظف المخازن، عمال مصانع، دي كلها وظائف هتختفي. يبقى انت عليك وانت شاب وبتعمل في هذه الوظائف، فكر في بكره، فكر في بكره. وزير التعليم العالي نفسه بيقول لك ان الوظائف اللي جايه هي محلل بيانات، اخصائي ذكاء اصطناعي، اخصائي بيانات ضخمه، اخصائي تسويق رقمي، محلل امن معلومات، اخصائي ومطور برمجيات. تخيل. طيب ما احنا، هل انت لا، يا اما بقى تروح للوظيفه دي، يا اما تبدا تقول انا هبدا اعمل مشروع. والمشروع دلوقتي عندك فرصه، راس مال يعني يكاد يكون متواضع جدا، 1000 جنيه، دعم ضرائبي، ضرائب مش مطلوب منك مقر، تقدر تاخد قرض بفايده صغيره جدا. حاول. عارف لو مشروع كوافير، لو مشروع عارف مطعم صغير، لو 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 عندك حاجات كتيره قوي. تعالوا اروح لاستاذ شريف سامي، خبير اسواق العمل والقيادي المصرفي. مساء الخير استاذ شريف. استاذ شريف. ايوه يا فندم، مساء النور. مساء النور. لو حضرتك متابع معانا، احنا بنقدم دعوه للشباب، يعني بقدر الامكان اللي يجد في نفسه استحسان انه ما ينفعش يشتغل موظف، يبدا مش عايز اقول يجرب حظه، يتجه الى تاسيس مشروع خاص به، خاصه ان العالم بيتحدث منذ فتره على ان هناك وظائف بعينها سوف تختفي خلال الاعوام القليله القادمه. بماذا توجه النصح للشباب؟ لا، انا عايز اقول حاجه مهمه. انا سمعتك طبعا في الدقائق اللي فاتوا، يعني بلاش نقول ستختفي، الصح انه نقول ستزيد اهميه وعدد المطلوبين في شرائح جديده من الوظائف، وممكن نبقى نتكلم عليها. الاهم لما بتكلم انه الواحد يعمل مشروع خاص، بالتاكيد شيء ايجابي، بس بلاش نقصرها على الشباب او الخريج الجديد زي ما بندي الانطباع. على فكره الخبره، حتى لو الواحد اتعلم 5 10 15 سنه في مكان اخر كموظف وبعدين يعمل المشروع بتاعه، اكيد ايضا سيكون مزود بخبرات قيمه. صحيح. اذا حضرتك بتقول الدعوه ليست لشباب عشرينات فقط، ده ممكن رجل يستقيل في سن 50 وعنده خبرات. طبعا رجل او امرأة، في قيمة حضرتك عارف للخبرة في التعامل وفي الإدارة وفي الأسواق وفي المخاطر والمشاكل. صحيح. لا تكتسب إلا بعدد من السنين، وبالتالي زي ما بنشوف نماذج ناجحة لشباب في العشرينات عملوا شركات أو حتى منشآت أو مشروعات صغيرة، في أمثلة جيدة للي نقله. نعم. أنا سامع حضرتك، كمل. فيعني ده حبيت أقوله عشان المشاهد عندنا يبقى عارف إنه الفرصة دايماً موجودة. تتطلب إيه؟ تتطلب إنه يكون عنده استعداد للمخاطرة، يفهم السوق، وما يبقاش عنده المزايا والضمانات بتاعت وظيفة، إنما ينطلق إلى آفاق أرحم. طب إيه هي النصائح للي هيبدأ مثل هذا العمل الخاص؟ يعني ايه هي الخطوات الاسترشادية؟ الاهم انه يتأكد من السوق بتاعه. يعني يتأكد من السوق بتاعه، في طلب، طب المنافسين بيعملوا ايه، طب تكلفته لو قدم الخدمة دي او المنتج تبقى منافسة ولا لا، يقدر احتياجاته التمويلية من مدخرات، من مساعدة أسرة، من مساهمين آخرين معاه،
قد يكون في اقتراض، يعني في طبعا ادوات كثيره للتمويل، بس بالبلدي يحسبها صح. كتير من المشروعات او المنشآت الصغيره اللي بتبتدي اهم اسباب فشلها انه يكون ما حسبهاش صح، ما قدرش هو الطلب في السوق او في المكان اللي بيمارس فيه النشاط، هل فعلا الناس محتاجاه، المنافسين بتوعه بيقدموا ايه. ده ينطبق من اول واحد بيعمل مشروع مثلا تنظيف ومكوى وصولا الى مشروع موقع تجاره الكترونيه، مشروع نقل، مشروع تجفيف مثلا بعض الحصيلات. المشروعات الصغيره كتير جدا، انما اللي عندنا على الورق وموثق، يعني انا كنت رئيس هيئه الرقابه الماليه اللي بتشرف على التمويل متناهي الصغر، احنا عندنا النهارده فوق ال 3 مليون مواطن بيستفيدوا من التمويل متناهي الصغر، بيعملوا بيه مشروعات صغيره. يعني احنا عندنا الدليل موجود، قرابه 3 مليون مشروع صغير بيعرفوا يا فندم، في 3 مليون مواطن مصري حصلوا على تمويل متناهي صغر، وعملاء للكثير من الجمعيات الاهليه والشركات والبنوك اللي بتدي هذا التمويل، وبيعمل بيتراوح بقى من واحد قد يكون بيبيع او واحده بتبيع جبنه في السوق، لواحد بيفصل ملابس جاهزه، لواحد عامل مركز طباعه وتصوير، وصولا لواحد بينقل ناس او فواكه او مواد بناء. المجالات كتيره، مش لازم اعمل حاجه ما افهمش فيها، بس اعلم نفسي فيها، ادرس السوق بتاعها، احسبها صح. طيب ايه هي الوظائف اللي هيقل الطلب عليها خلال السنوات القادمه؟ احنا كان كلامنا على المشروع، على اللي بيعمل المشروع. الوظائف زي ما باين قدامنا كلنا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتحت افاق، ده اللي هيبقى عليها طلب. التفريعات بقى بتاعتها، يعني مثلا احنا بنتكلم على الشمول المالي طول النهار، صح؟ نعم. فهتلاقي عدد كبير جدا من الناس في كل التطبيقات والخدمات اللي هي تتعلق بالتمويل الالكترونيا، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، التامين، حتى الخدمات المصرفيه وفتح الحسابات والادخار والاقتراض الالكتروني. وده عايز تحليل بيانات عشان اعرف مين اللي هديله ائتمان قد ايه وحصل ازاي. كل ما يتعلق بالتجاره الالكترونيه والبيع والشراء اللي شفناها ايام كوفيد لما الناس كلها لجأت لاستخدام التطبيقات الالكترونيه، كل ده بيفتح مجالات جديده. ابتدى حتى في الطب يبقى فيه تشخيص عن بعد وحجز مش عارف ميعاد الدكتور الكترونيا وما الى ذلك. فالتنويعات اللي ظهرت على سوق النشاط وبالتالي سوق العمل كبيره جدا في هذا التحليل. دخل ايضا اللي بيسموه الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. احنا بنتكلم دلوقتي على العربيه اللي من غير سواق، صح؟ صحيح. يعني هيبتدي نلاقيهم منتشرين، وبالتالي عايزين ناس تبرمجها، عايزين ناس تعمل لها صيانه، تعمل لها رقابه. فاللي لا خلاف عليه انه كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات وتحليلها والتسويق على ضوئها، والمحتوى الالكتروني طبعا، فحضرتك اعلان كبير وعارف انه الصحف دلوقتي قراءها الكترونيا اكثر من ورقيه. صحيح. فكل ما هو يرتبط بالبيانات، مش مجرد واحد بيعمل برمجه او بيصلح حاسب الي، ده مطلوب. ده لا يعني انه الوظائف التقليديه اللي احنا عارفينها هتختفي، لكن هيتم يعني تراجع الطلب عليها. مش هتنمو بنفس الوتيره، ولا هتدفع نفس الاجور اللي في شريحه. وهنا بقى فرصه الشباب، لانه العلوم بتاعت البيانات دي جديده نسبيا، فهتلاقي اللي بيتمكن منها هم في العشرينات ومطلع الثلاثينات، وده شيء طبعا بيديهم دفعه ايجابيه في سوق العمل. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف سامي، خبير أسواق العمل، الرئيس الرقابة المالية السابق. هي الدعوة إيه من أول ما بدأت الحلقة النهاردة؟ أنا الدعوة كلها لأن الشباب، والشباب ده بقى أنت بادئ من ال 25 لحد ال 50، عندك فرصة بنوك تمول مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتدعمك بفايدة بسيطة. عندك دعوة من الدولة أهو، روح اعمل مشروع صغير أسسه برأس مال، بدل 50 ألف خليه 1000 جنيه.
جبت لك مسؤولين الضرائب بيقول لك لا احنا هنقف جنبك وهندعمك، وقالوا المزايا يبقى هي الدعوه للشباب. جبت لك رئيس جمعيه مشروعات صغيره متنيه صغر سافر الصين بيقول لك في ازمه والناس خلاص الدول هتقفل على نفسها بسبب الازمات اللي حصلت الكورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، يبقى لازم قدامك فرصه كشاب تستفيد من هذا المناخ. شوف ايه الحاجات اللي توقف استيرادها يمكنك بخامات مصريه ان تنتجها. تعالوا نروح لاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. مساء الخير استاذ يحيى. مساء النور استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اولا مبروك على 66 مليار جنيه في عين العدو اللي انتوا كسبتوهم دول قريب. كلمنا عنهم، ده حصيله كام سنه شغل؟ لا هي حصيله سنه ونص شغل. الحمد لله احنا طبعا البنك بيحتل شريحه كبيره في السوق، فمن حق كل الاطراف المنظومه سواء المالك او العملاء او العاملين كل الناس ان هم ان احنا نحقق ارقام تتوازى مع حجم محفظه وصلت حاليا حوالي 3.2 تريليون جنيه. ده محفظه البنك الاهلي؟ محفظه البنك الاهلي. فالحمد لله ان احنا قدرنا نحقق ارقام ربحيه معقوله على الاموال اللي بنستثمرها. ده طبعا تم سداد مبلغ للضرائب بشكل كبير، احنا اكبر ممولين للضرائب، زائد ان احنا دفعتوا كام للضرائب؟ دفعتوا كام؟ حوالي 34 مليار جنيه، زائد حوالي 4 مليار توسيعات لوزاره الماليه، زائد بقى طبعا الخدمات العامه اللي احنا بنتوزع فيها كل سنه تقريبا 3 مليار جنيه، اللي هي المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه، كل ده بيضخ تاني في شرايين المجتمع المصري وشرايين الاقتصاد، فبالتالي الحمد لله اعتقد البنك الاهلي مساهم بشكل قوي في هذا الموضوع. طيب عايز اروح هكلمك بس في موضوعين، واحد يتعلق بدعمكم او القروض اللي بتقدموها للمشروعات الصغيره ومتوسطه الصغر، بس انا كنت قرات خبر من يومين ان انتوا رحتوا افتتحتوا فرع في مدينه الفرافره بالوادي الجديد. هل تعتقد ان هناك عملاء هيبقوا موجودين للبنك في محافظه اعداد السكاني لا يتجاوز 200,000، وفلسفه انكم تفتحوا فرع في هذه المحافظه النائيه يعني؟ بالفعل استاذ هشام عكاشه قام بافتتاح الفرع مع سياده اللواء زملوط محافظ الوادي الجديد. حضرتك احنا كل شبر في مصر من حقه علينا او مصري موجود في اي شبر من حقه ان احنا يكون ليه قريب منه فرع بنك، وطبعا يفضل ولو البنك الاهلي بالذات يبقى متواجد معاهم. ده شكل اساسي لان في خدمات مصرفيه كل الناس محتاجاها، مش معقوله بس يتمتع بيها اللي ساكن في اماكن محدده، من حق الناس كلها. وعشان كده احنا من شهرين تقريبا فتحنا فرع حلايب، عندنا فروع في الداخلة، فروع في الخارجة، فرع الفرافرة، هنفتح قريبا برضه في سيوة، كل مناطق على شوارع على مصر كلها إن شاء الله لازم يكون فيها فروع على البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي. وفتحتوا فرع كمان في مدينة جوبة بس جنوب السودان. جنوب السودان بالفعل فتحنا بنك مش فرع، احنا فتحنا بنك في جوبة في جنوب السودان، وكان افتتاح حاجة كانت مهمة جدا، حضروا السيد نائب رئيس الجمهورية هناك ومحافظ البنك المركزي وكلهم اشادوا بالخطوة ديت، لانها اكيد دي خطوة جيدة في طريق التنمية وطريق التعاون مع اخواتنا في جنوب السودان، زائد ان احنا عندنا بنك بالفعل في شمال السودان، فان شاء الله يكون في مزيد من البنوك في المصريه في افريقيا، لان احنا افريقيا محتاجانا واحنا محتاجينها بشكل قوي في صحيح قادمة ان شاء الله. طيب هروح ل يعني ما يقدمه البنك الاهلي كزراع رئيسي للدوله المصريه، زراع اقتصادي كبير في دعم المشروعات الصغيره ومتوسطه الصغر، وانتوا المفروض بتقدموا قروض لدعم الشباب. لو في اي شاب النهارده شايفنا واحنا بنشجعه يلجا للبنوك علشان تدعمه بافكارها وايضا بالتمويل، يروح فين ويعمل ايه؟ تمام، انا اشرح لحضرتك. احنا من 8 اشهر تقريبا ابتدينا كمان خطه جديده اسمها الاهلي بيزنس. الاهلي بيزنس دي بتخاطب العملاء الصغيرين اللي هم لغايه حتى حد اقصى ليها 20 مليون جنيه، بيقدر المستفيد يستفاد بمبالغ حتى 2 او 3 او 5 مليون جنيه على حسب ده. يعني حددنا حاليا 33 مشروع ممكن نخش نشاط، او 33 صناعه نزيده كمان خلال الفتره الجايه بحوالي 10 صناعات جديده. بمعنى ان انا بدي مثلا العربيات المأكولات، بندي صناعه البلاستيك، بندي البقالة، بندي الصناعات الغذائية، بندي صناعات الغزل والنسيج. أصحاب الأنشطة دي بتقدم لهم إيه؟ قروض؟
انا بقدم لهم منتج معين، كل منتج من دول بيتخصص في الصناعه اللي انا بقدمها، بمعنى ان الراجل بتاع البقاله يختلف عن الراجل بتاع الصناعه مثلا في الغزل والنسيج، يختلف عن البلاستيك. فاحنا كل واحد من دول، كل صناعه من دول صغيره بتحتاج مبالغ معينه بنحدد لها الدراسه التي تخصها، وبنعمل لها تسهيل ائتماني بقرض عباره عن قروض، وبيقدر ياخدها في خلال لا يزيد عن 7 أيام عمل من ساعة ما بيقدم، وبنعمل استعلام وبشكل مبسط جدا جدا جدا. احنا وصلنا دي للشركات الفردية او متناهية الصغر، اي شركة، اي مؤسسة، اي شركة سواء فرد، المهم يكون لا يزيد نشاطها السنوي عن 20 مليون بالضبط، المهم يكون نشاط صغير وحضرتك، ويقدر انه عايز يستفاد من هذا المشروع. ممكن في منهم بينطبق عليه 5% مبادره البنك المركزي، او لو ما بينطبقش بنقدر نطبق برضو اسعار مميزه. قدرنا نوصل لحوالي 52,000 عميل في خلال الثمان شهور دول فقط، وحضرتك وصرفنا ما يزيد عن 25 مليار لهؤلاء، ودي اتضخت في كل شرايين المجتمع المصري على مستوى مصر كلها، سواء صعيد او ابلي او بحري او القاهره او حتى في الوادي الجديد. حضرتك بتقول مفيش في نشاط هناك، لا في نشاط وادي الجديد، نشاط هائل جدا في مجال الزراعه وفي مجال زراعه والنخيل وزراعات الناتجه عن التمور. لا هناك في انشطه جيده جدا، وحجم حضرتك لو تتخيل حجم البنيه الاساسيه اللي بتتعمل في هذه المناطق، ان انت عشان توصل لها بقيت بسهوله وتقدر تضخ اموال هناك وتلاقي ناس بتستثمر، لا محتاجه الناس تروح وتشوف بنفسها. في حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، لكنها بصراحه بتساعد بشكل قوي في الاقتصاد القومي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. إذن هلخص ما قلته في النص ساعة دي، الهدف هو دفع الشباب، دفع كل واحد على أرض مصر من سن 25 لل 50 لل 55، الحياة لا تتوقف. تستطيع أن أنت تؤسس شركة فردية برأس مال 1000 جنيه بدون ما يبقى لك مقر، تدور على النشاط، الضرائب هتدعمك، الدولة هتدعمك، هتاخد قروض بفايدة بسيطة، بس ابدأ اتحرك وفكر. وهي الفكرة ان انت مش تروح تاخد القرض وتبلطج، لا، انك تروح تعمل مشروع. كان بيكلمنا دلوقتي استاذ شريف سامي خبير اسواق العمل، بيقولك في 3 مليون مواطن وشاب استفادوا من قروض المشروعات الصغيرة، الحكومة او البنك المركزي عامل ده. الحياة كلها بتتغير يا اخوانا حوالينا، لازم تكون مرن معاه. البحث ليل نهار عن الوظيفة، خليه للي عايز الوظيفة، بس انت ابدأ جرب، ربما تبقى في يوم من الأيام من رواد الأعمال وكبار المستثمرين في بلد. فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل. يعني شهر شهر ونص من الآن إن شاء الله نبدأ ندخل ونقول الجو هيبرد، توقعات يعني لو أنت هتدخل على أول 10 يعني. هنا بيبدأ موسم الأنفلونزا. في توصية من وزارة الصحة المصرية لينا كمواطنين إن إحنا نبدأ ناخد التطعيم بتاع الأنفلونزا، وبتقول لك تطعيم السنة دي الخاص بالأنفلونزا مهم جدا. وأول مرة أقرأ اهتمام من وزارة الصحة، طبعا قبل كورونا كانت الدنيا اللي عايز يروح يطعم يطعم. وزارة الصحة بترجوك كمواطن إن أنت لازم تطعم، لأن الفيروس أو مجموعة من الفيروسات يعني التطعيم ده هيبقى ضد 4 منها. طبعا مش عايز أقول لك السلالات بقى H3N2 وH1N1، سيبك من كل كلام ده، المهم هي الدعوة لده. طيب لا، من حقك تسأل هو أنا هاخده ببلاش؟ لا حبيبي، أبو بلاش ده خلص، أبو بلاش ده كورونا بس، لكن ده تطعيم وفي المصل واللقاح هتلاقيه العبوة قيمة التطعيم اللقاح 190 جنيه،
خدمة التطعيم اللي هيطلع الحقنة ويسحب ويدالك 10 جنيه. يبقى الفرد تكلفته 200 جنيه عشان ياخد تطعيم الانفلونزا ضد 4 فيروسات جامدة قوي. تعالوا نروح للأستاذ الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ونسأله عن أهمية التطعيم ده ويتاخد من سن كام لكام، وهل أصحاب الأمراض المزمنة مهم ولا لا. مساء الخير دكتور أمجد. مساء الخير أستاذ محمد ومساء الخير على السادة المشاهدين. إيه أهمية تطعيم أنفلونزا؟ إحنا كل سنة كنا بنقول للناس قبل وجود كورونا الأنفلونزا مهمة جدا لأصحاب الأمراض المزمنة، لمرضى الربو الشعبي، مرضى التليف الرئوي، كبار السن، الأطفال. الانفلونزا لا تقل خطوره، الانفلونزا ليها مضاعفات خطيره على الاطفال وكبار السن. والاطفال ايضا حضرتك بتوصف ده بالفعل يؤخذ من سن 6 اشهر. مهم جدا للحمايه من مضاعفات الانفلونزا اللي من ضمنها الالتهاب الرئوي ومشاكل الالتهاب الرئوي التي قد تؤدي الى الوفاه احيانا. الانفلونزا لها نسب وفيات عالميه. قبل ما جه كورونا كنا كل اهتماماتنا في شهر 8 شهر 9 ومش 8، السنة دي الحمد لله 8 الوزارة وفرت التطعيمات بدري جدا السنة دي، وده شيء مهم جدا وضروري. نعم. احنا السنين اللي فاتت كان كل انشغالنا بكورونا وتطعيمات كورونا ولقاح كورونا، وكان في ظل وجود الكمامات والتباعد الاجتماعي بالفعل كانت انفلونزا معدلها كان قل جدا بنسبة كبيرة. السنة دي الوضع مختلف تماما. بقى عندنا كورونا بموجة 6 تشابه في أعراضها البرد والانفلونزا، وعندنا انفلونزا بتيجي في الخريف والشتاء في شهر 9 وفي شهر 10. فبالتالي هيبقى عندنا تشابه كبير جدا في اعراض ما بين كورونا والانفلونزا والبرد، لان كورونا مع حدته اللي بتقل الفتره اللي فاتت واعراضه اللي بتماثل اعراض البرد والانفلونزا هيخلينا في دائره هو برد ولا انفلونزا وكورونا. فبالتالي اخذ التطعيم مهم جدا وضروري للوقايه، زي ما قلنا الانفلونزا مهمه جدا، يؤخذ من سن 6 اشهر، مهم جدا للحماية من المضاعفات، يكسب الطفل أو الشخص المناعة ضد الإنفلونزا، يحمي. مش شرط أن أنت ما تصابش زي كورونا بالضبط، ممكن تصاب بالإنفلونزا وتكون حدتها أقل، خطورتها أقل، مضاعفاتها أقل. طيب إيه الأربع فيروسات اللي بتقول وزارة الصحة أن تطعيم إنفلونزا هيساعدك أنك تقاومهم يعني؟ كل سنة أو بقالنا كان السنين اللي فاتت كان بيبقى حاجة اسمها التطعيم الثلاثي. السنة دي تم إقرار 4 مجموعات أو 4 فصائل من الإنفلونزا اللي هو التطعيم الرباعي اللي نزل جديد، وده مهم جدا للحماية من أشهر 4 فصائل أو أقواهم أو أكثرهم خطورة تصيب البشر اللي هم 4 فصائل من الإنفلونزا. فبالتالي مهم جدا السنة دي لأن إحنا بيدينا وقاية ضد أخطر 4 فصائل للإنفلونزا، وزي ما قلنا يؤخذ فوق 6 أشهر. من 6 أشهر ل9 سنين إذا الشخص ما كانش خده قبل كده بياخده على جرعتين، جرعة دلوقتي وجرعة بعد الشهر. لو كان بياخده معتاد أخده يكتفي بجرعة واحدة فقط لغير. فوق 9 سنين هياخد جرعة واحدة. من 6 أشهر و9 سنين لو أول مرة ياخده في حياته هياخده على جرعتين فاصل شهر. لو خده قبل كده هياخده مرة واحدة. مفيش موانع لتطعيم الإنفلونزا إلا ارتفاع الحرارة الشديد يؤجل. الناس اللي عندهم حساسية من البيض برضو ما ياخدوش. لكن الحوامل، المرضعات، امن جدا، فعال جدا ومهم جدا ان احنا ناخده من دلوقتي قبل ما نخش في موسم الشتاء وموسم الخريف اللي تنشط فيه الانفلونزا. زي ما قلنا الشتاء في انفلونزا، السنه دي في كورونا، في برد، كلهم اعراضهم متشابهه. اخذ لقاح كورونا مهم، اخذ لقاح الانفلونزا لا يقل اهميه عن لقاح كورونا. مهم جدا ان احنا منظومه اللقاحات الدوله توفرها، وهم جدا ان احنا ناخد لقاح الانفلونزا. أمراض القلب والكبد والكلام ده ونقص المناعة اللي عندهم نقصان مناعة بسبب بعض الأمراض والأدوية، مسموح لهم أنهم ياخدوا هذا المصل؟ مش مسموح لهم، بس ده مهم. الفئة دي الأكثر عرضة وخطورة للدخول في مضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزا، فبالتالي مهم جدا أنهم ياخدوها. هنضيف لهم مرضى السكر، مرضى الربو الشعبي وحساسية الصد والتليف الرئوي والحوامل كمان. آمن جدا أن ندي للحوامل. الأماكن اللي هتلقى فيها هذا المصل فين؟ جميع فروع المصل اللقاح موجودة، الفرع الرئيسي وفروع في الأندية متوفر. وزي ما قلنا مهم جدا، وقلنا الفئة العمرية فوق 6 أشهر لا يؤخذ تحت 6 أشهر. في بعض الصيدليات بتبيعه، ده آمن؟ لقاح الإنفلونزا السنة دي الدولة هي اللي بتوفره في كل في المصل اللقاح وفي الصيدليات، ولكن في حاجة اسمها
سلاسل التبريد. معنى المصلقه متميز جدا في وسائل التبريد وسلسله التبريد والشحن والنقل، فبالتالي المصلقه انا شايفه مهم جدا. اللي في الصيدليه هو اللي موجود في المصلقه، ولكن المصلقه بتوفر في سلاسل تبريده في اماكن تواجده بطريقه مامونيه عاليه جدا اللي هي الكولد تشين. والصيدليات برضو الصيدليات الكبيره مهم جدا ان هو في وسائل التبريد، والوزاره تبقى في رقابه على الصيدليات، هو بس التاكد من ان هو بتاع هذا الموسم، ان هو بتاع الموسم مش متراكم من السنوات اللي قبل كده. لان انت مفاجأة ممكن صيدليه يكون عندها من مخزون السنه اللي فاتت، لا، كل سنه لقاح الانفلونزا بيتغير، بتاع السنه دي الموسم السنه دي غير بتاع الموسم اللي فات، غير بتاع الموسم اللي قبله، لان كل سنه بيحدث تحول، فبالتالي التاكد من انه لقاح الموسم. اشكرك دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه. ما تيجي نفصل شويه كده بقى، ومظبوط عندنا النهارده ومظبوط عن حزبة برما، نشوفها ونرجع تاني. عندنا خبر عاجل محتاجين نقوله، صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بيصرح أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة غدا السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرا، وذلك لنظر أمر عاجل. يبقى بكرة مجلس النواب، كل الأعضاء دلوقتي شايفينه وهيبقى منتشر في كل وسائل الإعلام، مدعو كل عضو مجلس نواب بيسمعنا دلوقتي هيتوجه بكرة لمجلس النواب، لأن في جلسة طارئة الساعة 12 الظهر للنظر في أمر عاجل. دي دعوة عاجلة، ما تسألنيش بقى يعني هو ده التصريح اللي جاي، إيه الأمر العاجل؟ الله أعلم، بس أكيد لا يتعلق لا بميزانية ولا موازنة ولا حاجات بهذا الشكل، ده أكيد يعني عشان تدعو أعضاء مجلس النواب على وجه العجل بهذا الشكل، يبقى في أمر مهم الدولة ترى أنه ينبغي على مجلس النواب أن يجتمع ويقرر فيه شيء ما. طيب عندنا حاجة، مرض كده يعني بيصيب بعض أطفالنا، تلاقي فيه طفل شاي قوي، بص عمال يتنطط زي الزنبلك، سرير على الدولاب، بص بيمشي على الحيطان، وفي نفس الوقت تركيزه ضعيف. يقول لك ده مرض يعني اختصار ليه بالانجليزي ADHD، لا، واسمه فرط الحركه، يعني فرط الحركه ونقص الانتباه. عدد من الامهات بيظلموا هذا الطفل، يقعدوا يضربوه، هو مش مركز، لان انت عامل حواليه على مكتبه حاجات كتيره كده مشتته ذهنه، مش قادر يقعد في الفصل او الكلاس بتاعه، مش عارف يقعد كده ينتظر الحصه، كل شويه قايم مع المدرسه لانها مش مستوعبه ولا فاهمه فتروح ضرباه مطلعاه بره، بينما هذا طفل مصاب بمرض، هذا المرض معرف باسمه مرض اسمه فرط الحركه ونقص أو قلة الانتباه. هذا المرض بيعالج بالمناسبة، وبيظهر أعراضه من قبل الوصول لسن 3 سنوات، وبالتالي على كل أم وأب، الأم تحديدا لأنها دائمة الاحتكاك بطفلها، تشوف هذا الطفل. لكن مش ده اسكتي يا أختي، ده الولا شقي، بكرة أول ما يدخل مدرسة هيعل. لا يا أختي، ما ينفعش تتعامل مع العيال كده، لأن المرض ده إذا ترك بدون علاج وذهاب لطبيب نفسي يعالج ويشخص ويطرح الدواء، لا، يعمل مشاكل مستقبلية. تعالوا أروح لأستاذ الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، ومساء النور عليك وعلى كل مشاهدينك يا رب. أبسط تعريف للأطفال المصابين بمرض فرط الحركة ونقص أو قلة الانتباه.
طيب، هو المرض ده مرض من الأمراض المنتشرة اللي تم بدأت الاهتمام بيه في الفترة الأخرانية كتير، وزي ما حضرتك بتقول كده إن الناس كان في الأول يجي يقول لك دواء شائي إيه يعني يبقى شائي الأطفال كلها عشوائية، لكن القصة مش بس قصة الشقاوة اللي هي العادية اللي بتبقى موجودة عند معظم الأطفال في مراحل زي سن زي ما حضرتك قلت كده في السنين اللي هي قبل بداية الدراسة، لكن الشقاوة عند الأطفال دي بتبقى زايدة قوي وبتبقى ملحوظة بشكل كبير جدا إن الطفل مش قادر يقعد، مش قادر يقعد يعني تقريبا هو وكأنه مكنة شغالة بشكل مستمر، حتى لو راح في أي مكان بيعمل قلق كبير لكل اللي قاعدين في المكان. وعشان كده الناس بدأت تلاحظ إن التشخيص بتاعه حتى إن هو يكون طفل شقي في كل الأماكن. عندنا بعض الأولاد ممكن تكون في البيت هادي مثلا وتلاقي في أماكن تانية شقي، أو العكس إنه يكون شقي في البيت لأنه متدلع مثلا، لكن لما بيروح أي مكان تاني تلاقيه قاعد على الكرسي وثابت لأنه خايف أو قلقان. ده ما بيبقاش فرط حركة تشتت الانتباه، لكن فرط الحركة تشتت الانتباه بيبقى الطفل مشتت بدرجة إن هو حركته زيادة جدا في تقريبا أكتر من مكانين ثلاثة. عشان كده دايما بيتعرف لما يروح مدرسة أو الولد يبقى في البيت أو يروح عند جدته يروح عند عمه يروح في أي مكان تلاقي حركته زايدة جدا جدا جدا. المرض ده رغم ان هو اسمه فرط الحركة او شتت الانتباه الا ان هو مكون من 3 اشياء. فرط الحركة ده جزء، تشتت الانتباه جزء، الحاجة الثالثة الاندفاعية الشديدة. الاندفاعية. الاندفاعية، وكلمة الاندفاعية يعني الطفل بيعمل افعال دون تفكير، يعني بيخش في حاجة حتى ممكن الاهل يلاحظوها ازاي؟ انك تلاقيه وانت بتكلمه وانت بتتكلم معاه او بتساله على سؤال قبل ما تخلص السؤال تلاقيه رد. تلاقيه قطعك في الكلام او بتاع، او ناس قاعدين كبار بيتكلموا هو دايما ينط في وسط الكلام بتاعه. او في اي فعله اي حاجه تلاقيه بيقوم يعمل افعال من غير ما يحسبها، وبالتالي ممكن يؤدي الى تكسير اشياء في البيت، تكسير حاجات لانه ما حسبهاش بشكل كويس او ما فكرش فيها بشكل كويس. الاندفاعيه ده جزء كبير من هذا المرض، معاه بقى الايه اللي فرط الحركه، وكمان الحاجه الثالثه تشتت الانتباه. طبعا الناس بتهتم بالذات موضوع تشتت الانتباه ده لان طبعا ده بيأثر عليه دراسيا وبيأثر عليه في استيعابه وتنميه مهاراته اللي بعد كده. طب حضرتك دلوقتي قدمت لنا التشخيص، واي ام هتعرف الحاجات اللي حضرتك قلتها تقدر تحدد ابنها مصاب بده او لا. طيب اكتشفت ان ابنها مصاب بهذه الصفات، اخذته وذهبت الى الطبيب. الجزء الثاني بقى اللي هو بعد الذهاب الى الطبيب، العلاج بيبقى عباره عن ايه يعني؟ طيب اول حاجه الطبيب بيبدا يتاكد ان ده زي ما قلنا كده من الحاجات ديت ان هو عنده تشخيص، وبيبقى فيه اختبارات نفسيه معينه بتبدا حسب الاختبار ده بيحدد هل هو فعلا عنده ولا لا، ولو عنده هل ال3 اشياء ولا 2 ولا 1، لان ممكن واحد يكون عنده بس الانتباه مش موجود، او عنده فرط الانتباه بس، او عنده فرط الحركه بس، او عنده الدفاعيه بس، مش لازم ال3 يكونوا موجودين، ممكن واحد يكون عنده حاجه او 2 منهم. بعد كده بيبدا العلاج. الحته المهمه قوي ان العلاج بتاعه عكس ما الناس ممكن تتخيل، يعني الناس فاهمه ان ده طفل قاعد يتنطط ويجري ويعمل هيقول لك نديله مهدئات. لا، فعليا احنا مش بندي مهدئات ولكن بندي منبهات. منبهات يعني ادويه بتساعد على تنبيه المخ، يقوم الشخص ينتبه اكتر. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الطفل ده مشتت لان جهاز التنبيه اللي عنده في المخ ما بينتبهش بشكل كويس، وهو لو انتبه هيقدر يهدى. فاللي بيحصل ان العلاج مش زي ما ناس مثلا كده تديله حاجه مهدئه تنيم العيل. طب العيل لو نام ولا هينتبه ولا هيعرف يتعلم. لكن العلاجات السليمه لمثل هذه الاطفال، الجزء الاول العلاج الدوائي هي المنبهات التي بتنبه قشره المخ تقوم تخلي الطفل ينتبه اكتر، يقوم يهدى بالطبع، وبالتالي يقدر يستفيد علميا ويبقى فايق. طيب هل مع تطور السن لهذا الطفل المرض بقى بيتراجع او يختفي ولا بيستمر معاه؟ يتوقف على العلاج. لو الطفل ده اتعالج
ممكن مع مرور السن فعلا المرض يختفي ويبقى الولد يتحسن وما عادش يحتاج علاجات. اما لو طفل ما اتعالجش ده ممكن يخش في مشاكل سلوكيه بعد كده زي تعاطي المخدرات، زي اضطرابات الشخصيه. زي كم في الميه من الاطفال مصابين في مصر بهذا المرض؟ الارقام مش بتبقى ارقام بتاع بنسبه كبيره حد يقدر يحددها، لان في اطفال كتير ما عملهاش رصد، ولكن دلوقتي في اهتمام بيها. النسبه بتاعتها ممكن تكون 5-10% من الاطفال ممكن يكون عندهم حاجه زي كده، لكن في دي بتبقى بنعملها اكتر في الدراسات. لكن لو عملت مخ كامل ممكن تلاقي في المدارس تكتشف حاجات اكثر من كده. بشكرك بشكرك دكتور محمد عادل الحديد استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره. عايزين نروح نشوف تقرير عما فعلته الداخليه حيث انها اقامت احتفاليه للمفرج عنهم واسر النزلاء بمركز اصلاح وتاهيل ترى وتقديم مساعدات عينيه لهم. هنشوف هذا التقرير عن هذا الخبر ونطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل بيت اخبار. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيداً عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجه، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في اي حاجه يعني، وبيساعدنا ان احنا نبدا حياه كويسه وحياه كريمه. ما بنسكنش في اي عيد حضرتك واي مناسبه، والمدارس برضو حضرتك يعني مهتمين بينا واولادنا وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا وبنشكر وزاره الداخليه. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار. كل حفله بيتصلوا بينا يدونا كل حاجه لكرياتين كل شهر، دي دايما الداخليه بتتصل بينا وكاتبين لي دلوقتي بوتاجاز قالوا لي هنسلمه لك برده ومش ناسينا في حاجه. وفروا لي فرش بيتي بالكامل وانا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية بما يدر دخلا ثابتا عليهم. عندنا نوعين من الجامعات اتعاملنا معهم، الجامعات الحكومية زي القاهرة والأسكندرية وطنطا، وعندنا جامعات خاصة زي ما حضراتكم عارفين أسماءها. في نوع ثالث بقى موجود معانا اسمه الجامعات الأهلية. الجامعات الأهلية هي منبثقة يعني طالعة من عباءة الجامعات الحكومية، ولكنها بمصروفات، بمعنى بتقدم لك خدمة مميزة كطالب ولكن مقابل مبالغ مالية محددة.
هناك مكتب تنسيق خاص بتلك الجامعات هيفتتح أو يتلقى رغبات أبنائنا الطلاب منتصف الأسبوع القادم. معي على التليفون دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية. مساء الخير دكتور معوض. دكتور معوض مساء الخير. مساء النور يا استاذ محمد وعلى حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين. يعني ايه جامعه اهليه وتختلف عن الجامعه الخاصه والجامعه الحكوميه في ايه؟ طيب خليني اقول يعني ايه جامعه اهليه الاول وبعدين نفرق بين نوعين كمان من الجامعات الاهليه. نعم. الجامعه الاهليه هي جامعه زي ما حضرتك تفضلت كده بس جامعه غير هادفه للربح. غير هادفه للربح يعني الموارد اللي بتدخل للجامعه دي من اي مورد سواء كان من مساهمه الدوله او من رسوم الطلاب او من اي مورد اخر هي لصالح تطوير العمليه التعليميه في هذه الجامعات. من المعروف يا استاذ محمد ان احنا كان مشاكلنا ان احنا بنعمل اتاحه طول الوقت على حساب العمليه التعليميه، كل يوم بيحصل تطوير حوالينا في كل مكان في العالم والموارد المتاحه بتكون غير قادره على مواكبه التطوير اللي بيتم فبنتراجع شويه شويه، لكن الجامعات الاهليه بالدخل اللي بيصل لها من رسوم الطلاب اللي هو الى حد ما اقل بكثير من الجامعات الخاصه لكنه يستطيع ضمان استمرار تطوير الاداء في هذه الجامعات. حضرتك تفضلت قلت الجامعات الاهليه طالعه من رحم الجامعات الحكوميه. نعم. ليس جميع الجامعات الاهليه طالعه من رحم الجامعات الحكوميه. هناك اربع جامعات اهليه بدات هي جامعه الملك سلمان وجامعه العالمين الدوليه وجامعه الجلاله وجامعه المنصوره الجديده. هذه الجامعات هي كانت الفكرة الأولى للجامعات الأهلية ونشأت بشكل مباشر بتوجيهات رئاسية عن طريق وزارة التعليم العالي، ثم رأت الدولة أن تتوسع في هذا النوع لما ثبت عنه من كفاءة وتغيير في طريقة ومنظومة عمل وأداء التعليم العالي في مصر، فتوسعت بإنشاء جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتساهم في أولا الإتاحة وثانيا في تعليم عالي بشكل مختلف تماما عن التعليم القائم من حيث البرامج ونوعيتها وعادتها واحتياج سوق العمل لها وامور كثيره جدا جدا ربما نتحدث عنها في معرض حديثك ان شاء الله. طيب ال 12 جامعه دول او ال 16 جامعه بمعنى ادق، ايه ابرز التخصصات اللي فيها الكليات مثلا؟ خليني اقول لحضرتك جامعه المنصوره الجديده في عندنا في المنصورة جامعة المنصورة الأهلية من رحم جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة من الجامعات الجيل الأول من الجامعات الأهلية اللي هي تابعة لوزارة التعليم العالي. هتكلم عن برامج جامعة المنصورة الجديدة كنموذج لبرامج الجامعات الأهلية اللي موجودة سواء كانت من رحم الجامعات الحكومية أو الجامعات الأربعة الأول. عندنا مثلا في كلية الأعمال احنا كنا بنبقى عاملين نظام مختلف في التعليم ان هو يبقى بيزد على المجالات وليس الكليات، والجامعه هي التي تمنح الدرجه العلميه وليست الاقسام. يعني طريقه نمط التعليم شويه كان مختلف. البرامج اللي بتمنح فيها جامعه المنصوره الجديده درجه البكالوريوس على سبيل المثال في مجال علوم وهندسه الحاسب، عندنا تو تراكس العلوم وعلوم الحاسب وهندسه الحاسب. في هندسه الحاسب لدينا هندسه الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب التي ينبثق منها أربع برامج منها السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني أو النظم المدمجة أو النظم الإنترنت الأشياء أو غيره من البرامج الكثيرة في هذا الاتجاه. في علوم الحاسب لدينا علوم الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية الحيوية ولدينا في علوم الحاسب البيج داتا أناليتيك أو تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، دي في مجال واحد اللي هو مجال علوم وهندسة. طيب مكتب التنسيق اللي هيفتح منتصف الأسبوع القادم ده الطلاب هياخدوا فيه اختبار قدرات أو حاجة الخاصة بالجامعات الأهلية؟ هو الجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة لها اختبارات قبول ولها متطلبات للالتحاق بالجامعة شوية ممكن تكون مختلفة، منها اختبارات القبول التي عليها وزن نسبي في دخول الطالب للجامعة ما يقرب من 30%، يعني مجمل درجة الطالب في الثانوية العامة بتزن 70% من متطلبات التحاق الطالب بالجامعة و30% على اختبارات القبول اللي بنبنيها.
هذه الاختبارات الغرض منها قياس مدى قدرة الطالب على الاستمرار في الخط التعليمي الذي يرغب، بمعنى أن الطالب اللي عاوز يدخل في القطاع الطبي له امتحان معرفي مختلف عن الطالب الذي يريد أن يدخل في القطاع الهندسي أو في قطاع الفنون أو في قطاع الآداب أو في قطاع العلوم الأساسية. وبالتالي بنضمن أن الطالب اللي كفاءته ومقدرته الذهنية وتوجهه ورغبته يستطيع أن يكمل هذا الطالب في هذا المجال. ده أحد متطلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة. بالإضافة إلى ذلك لدينا لابد أن يكون الطالب على مستوى لغوي معين. احنا بنمتحن الطلبة بتوعنا لتحديد مستواهم اللغوي في الجهات المعتمدة زي هيئة الأميديش والبريتش كونسل، بحيث أن الطالب نعرف مستواه اللغوي، وفي خلال العام الأول لابد أن يؤهل الطالب لغويا حتى يستطيع الاستمرار في الدراسة، لأن الدراسة بالكامل في الجامعات الأهلية بنظام الساعات المعتمدة وبالكامل باللغة الإنجليزية. هناك متطلب ثالث للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة، وهو مهارة الحاسب الآلي التي يجب أن يكون يجدها كل طالب، يعني كل طالب، ونطلب من الطالب أن يكون حاصل على شهادة التحول الرقمي. وبعد أن يجتاز الطالب امتحان القبول يكون له مجموع جديد اسمه المجموع الاعتباري، وينسق الطالب في إحدى البرامج في الجامعات الأربعة وفقا لهذا المجموع الاعتباري. ده الأربع جامعات. بالنسبة للجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية، ستبدأ هذا العام من خلال تنسيق مباشر مثل تنسيق الجامعات الحكومية في تجربة ليكون لدينا أكثر من نموذج في التنسيق. وفي بعد دراسة هذه التجربة ونهاية تنسيق الطلبة لهذا العام سيكون لنا نظام موحد بين الجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية السابقة عليها، ليكون هناك للجامعات الأهلية. وأنا بشكر حضرتك وأكتف بهذا القدر من المداخلة دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية. كل التوفيق لأولادنا، نموذج جديد الدولة عاملاه خاص بالجامعات الأهلية اللي اتاح أمام الطالب ثلاث أنواع. نتمنى التوفيق لولادنا. عايز أروح لمجموعة العربي، لتوشيبا العربي، عاملة حاجة كويسة قوي في سابقة فعلا من نوعها، إن أنا أروح أشتري شاشة تلفزيونية من منتجات مجموعة العربي حاج محمود العربي عليه رحمة الله، بس الشاشة دي يبقى عليها تأمين. تأمين يعني إيه؟ إن أنا خلال سنة لو الشاشة دي باظت أو اتكسرت أو حصل فيها أي حاجة أروح بحالها ومحتلها كده بعد ما يعني باظت، وأروح لأحد فروع مجموعة شركات العربي وأغير الشاشة. ده كلام لأول مرة بيحصل في السوق الصناعي. يعني مهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي بيقول ان دي خطوة مهمة جدا بناء على طلب بعض العملاء بتوعنا، وده بيتم بالاتفاق بين مجموعة شركات العربي مع شركة جي اي جي للتأمين. دي اتفاقية تعاون مشترك بينهم، يعني دي فكرة كويسة جدا اتمنى بقيت التجمعات الصناعية تعملها. يعني ان انا اشتري الجهاز ما يتقليش عليه لا ده كسر ده باظ، يعني ما ينفعش يعني بهذا الشكل. يعني معايا على التليفون استاذ علاء الزهيري رئيس شركة جي اي جي للتأمين مصر. مش بقى خلاص نعتذر بقى عن المداخلة، والفكرة كويسة وقابلة للتكرار مع صناعات أخرى. يعني ليه اللي يمنع أن أي صناعة عندنا يبقى مؤمن عليها وأنا كمستهلك ما يطلعش عيني؟ هروح لأستاذ علاء الزهيري رئيس شركة جي أي جي للتأمين مصر. مساء الخير أستاذ علاء. بخير، أهلا وسهلا بحضرتك. إيه فكرة أنكم تأمنوا على منتج الشاشة اللي بتنتجه مجموعة شركات العربي؟ والله هو الحقيقة احنا بقالنا أصلاً 6 شهور في مناقشات مع شركة العربي. شركة العربي كانت سباقة في مية، تفكر في الفكرة دي ان يكون في خدمة جديدة لخدماتنا بعد البيع للعملاء بتوعها، ولقوا ان يعني خدمة كويسة ان العميل اللي بيشتري الشاشة منهم وخلال السنة الأولى اللي هي سنة الضمان لو حصل كسر الشاشة طبعاً يعني بشكل غير مقصود أو
باهمال حتى لو كان اهمال ده طبعا اهمال غير متعمد. شركه العربي فكرت ان هي تستبدل الشاشه دي بشاشه اخرى، والحقيقه فكرت ان التامين يكون هو الحل، ان التامين يقدم الاستبدال ده. فالحقيقه اتكلموا معانا واحنا عندنا المنتج ده موجود، عملناه قبل كده بشركات كتير جدا بتبيع تليفونات محموله او التابلت او الكمبيوتر، وكان عندنا خبره كبيره فيه، فاتكلمنا معاهم الحقيقه وصلنا للمنتج ده. يعني انتوا اللي ذهبتوا ليهم زي ما ذهبتم لشركات المنتجه لللابتوبس او المحمول يعني. يعني خلينا نقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، هو يعني المبادره جت منهم هم الاول، واعتقد اتكلموا مع اكثر من شركه تامين، ولكن نتيجه الخبره الموجوده عند دي اي جي للتامين في تقديم هذا النوع من التامين مع شركات اخرى، هم الحقيقه يعني استقروا على التعامل معنا. هو انا كمستهلك سعر السلع هيزيد عليا؟ لا ولا حاجه خالص، ودي الحقيقه حاجه كويسه برضه يعني تحسب برضه شركه العربي، ان هم الحقيقه هيتحملوا قسط التامين بالكامل عن العميل بتاعهم. طب ليه اكتفيتوا بسنه يعني؟ شوف هو حضرتك دي الحقيقه كانت يعني التجربه جديده، والعربي ما شاء الله بينتج يعني اكثر من 1,000,000 شاشه في السنه، فطبعا بالنسبه لهم يعني حبوا يجربوا اول سنه يشوف الموضوع هيمشي ازاي، معدلات الخسائر تبقى شكلها ايه، هل القسط اللي بيدفعوه مناسب او مغالى فيه، فيعني هتبقى سنه تجربه، لو لقينا ان الموضوع ان شاء الله بقى كويس والناس الخدمه كويسه ليهم، وفي الاخر الامور كلها مناسبه لكل الاطراف للعميل لشركة العربي لشركة التأمين، أعتقد أن احنا ممكن كمان ممكن نناقش أن المدة تكون أكثر من كده. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الزويري رئيس شركة جي آي جي للتأمين مصر. مؤخرا يا أخوانا عمال نقرأ أخبار متداولة يعني، وتمنيت أن أحد المسؤولين يطلع يتكلم، يعني مثلا قال لك وفد مصري يلتقي بوفد صيني في سويسرا علشان مصر مديونة للصين ب 18 مليار دولار، وبناء عليه مصر قررت أن تبيع عدد من المواني للصين لأنها وقعت في فخ الديون الصينية، وهي لازم تدفع 18 مليار دولار ماشي. إلى أن خرج مهندس كامل الوزير ومن يومين وقال تصريح مهم جدا، أن مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال تبيع موانيها، وأن مصر بتسعى لتطوير هذه المواني. يعني ده على لسان مسؤول بارز بالدولة أهو اللي هو وزير النقل مهندس كامل الوزير، يعني بينفي نفي تام على لسان مسؤول بارز بالدولة المصرية ما تردد حول بيع مصر لمواني. طيب إيه فكرة بقى تطوير المواني؟ يعني احنا ازاي بنطور المواني؟ احنا عندنا مجموعه مواني كبيره، طب احنا ما طورناهاش خلال السنوات ال 30 40 50 سنه اللي فاتت؟ طب ايه مفهوم التطوير؟ هل انا اللي اطورها بنفسي ولا قاعد بيها لشركات عالميه مثلا بنظام حق الانتفاع؟ طب لو حق انتفاع يبقى كام سنه؟ طب هل في نماذج مماثله لمواني في المنطقه تم التعامل معها بهذا الشكل؟ معايا اللواء إبراهيم يوسف خبير النقل البحري. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، ازاي سعادتك، وشكر جدا على المداخلة الجميلة دي والكلام المحترم، وأنا تحياتي لكل سيادتك ولكل عاملين ولكل مشاهدين لهذا الموقف. يعني كيف نطور الدولة المصرية موانيها؟ وهل دي فكرة متأخرة؟ هل في دول سبقتنا في ده؟ هل احنا وضع موانينا في منطقة الشرق الاوسط بتتميز بمميزات تنافسية مع مواني اخرى؟ هو طبعا يعني انا عايز اقول لسيادتك حاجة، نقطة مهمة جدا وسيادتك طرقتها دلوقتي، اللي الموقع الجغرافي بتاعنا بيحتم علينا التطوير المطلوب سواء في المواني والخدمات لتحقيق المركز اللوجستي العالمي لكل دول العالم، خاصة أن مصر لها توجهات في على أفريقيا وعلى وبعدين بتطل على بحرين كبار جدا، بحر يرتبط بجنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وبحر آخر يرتبط بشرق بغرب آسيا وبشرق أفريقيا، يعني ويمر بينهم قناة السويس. فإحنا إحنا ممر أساسي
للتجارة العالمية اللي هي أساسا بتنقل بحريا 80% من النقل البحري أساسا التجارة العالمية بتنقل بهذا الموضوع. هي في هناك حتمية مطلوبة أن يتم تطوير المواني تتوافق مع تطوير الأسطول، لأن الأسطول النهاردة اللي في العالم كله اللي في جميع الخطوط الملاحية بتحاول تكبر المراكب بتاعتها، وخاصة بعد ما حصل فيه نوع من التخصصية في التيرمينال أو التخصصية في المواني والتخصصية في الأسطول. كان زمان مركب اسمها مالتي تشيل كل حاجة، إنما النهاردة بقى في حاجة اسمها حاويات، في حاجة اسمها بضائع صب سائل، بضائع صب جاف، بضائع عامة، كل أنواع المختلفة دي كلها لازم في تطور حصل رهيب فيها. إيه التطور الأساسي في الأسطول اللي في العالم كله؟ إنه بيكبر الحجم عشان يخلي اقتصاديات التشغيل تبقى مظبوطة. يعني إيه اقتصاد التشغيل؟ كل ما كبر الحجم بتاع النقل بتاعه يبقى النولون أقل والتكلفة بتاعتها أقل. طب إذا كان النهاردة أنا كبرت الأسطول في العالم والعالم كله بيتجه دلوقتي إلى تكبير الأسطول، النهاردة الحاويات بدل ما كانت بتمشي في 3000 حاوية و 4000 حاوية بقت النهاردة 24000 حاوية. طب ليه الناس بتتجه في الكلام ده؟ عشان خاطر النولون وعشان خاطر تكلفة نقل البضاعة تقل، تبقى على المستهلك في الآخر هتبقى أقل. طيب أنا بطورت في الأسطول طب يبقى لازم يقابله تطوير في المواني. بمعنى النهاردة كان المركب زمان حوالي 4 متر الغطس بتاعها، النهارده 22 متر الغطس، السفينه النهارده 22، يبقى انا لازم يكون في ميناء جاهز لاستقبال هذا النوع من السفن. يبقى اذا انا عندي المشكله ان عندي بقى او مش ما عنديش مشكله، هو التوجه الوزاره دلوقتي فعلا ان هي بتتوجه في ثلاث اتجاهات. اتجاه التطوير البنيه الاساسيه لتقابل التطور في حجم الاسطول اللي في العالم كله، بمعنى ان توجد في بعض مواني سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط أعماق أرصفة أعماقها تسمح باستقبال هذا النوع من السفن عشان خاطر تقلل التكلفة بتاعة نقل البضاعة. طب عفوا سيادة اللواء، إحنا اللي نعمل التطوير ده ولا نجيب شركات ودول عالمية عندها خبرات تعمله؟ شوف سيادتك، إحنا النهاردة في لنا سابقة خبرات في هذا المجال. هو هنا دلوقتي اتجاه الدولة ان هي بتعمل الانشاءات البنيه الاساسيه اللي هي الارصفه باعماق 18 و20 و22 متر والكلام اللي بتستقبل هذه السفن، وممكن تجيب شركه تدير هذا التيرمينال. في ثلاث انواع من بناء السفن في العالم كلهم، في بس يتوافق كلهم مع اللاند لورد. يعني انا بمعنى اصح زي ما سألت قلت في بدايه الحلقه خالص ان احنا لا ما نبيعش حاجه اسمها مينا. المينا دي عبارة عن لورد ولاند، دي ملكية للدولة مطلقة تماما. يعني مفهوم بيع المينا ده مفهوم مش موجود في العرف الدولي؟ لا خالص، ولا سيادتك عندنا كمان ولا فكر الكلام ده خالص بالتال. والدولة حقيقة متبنية هذا الموضوع دلوقتي تماما، يعني الدولة متبنية، يعني الدولة اللي بتبيع المينا كأنها بعد جزء من أرضها. بالظبط كده. وحقيقي مع معالي الوزير كامل الوزير هو متبني هذا الفكر، وفكر كويس جدا جدا، ان لا احنا لا نبيع مواني ولكن نعمل كونسيشن، نعمل اجريمنت سواء للاداره او سواء للمشاركه. طيب عايز ابسط للمشاهد الكريم فكره، هو احنا لما نطور قطاع المواني في الدوله ده ينقلنا ازاي اقتصاديا؟ يعني اهميته ايه يعني لا شوف سيادتك، له اهميتين. في اولا لسه الفريق كامل الوزير قايل امبارح ان بيعمل مواني محوريه على مستوى البحر المتوسط وعلى مستوى البحر الاحمر. المواني المحوريه معناها تستقبل الاجيال الجديده من السفن، بس عدم دخول مواني سفن كبيره بالحجم الكبير ده ما تخشش عند المواني معناها هتكلفني كتير جدا، بمعنى هتخش ميناء تاني في اخر في دوله تانية، او ما انا هضطر انقل بضاعتي انا او انقل الكونتينر ده اللي جاي لي انا من هذا الميناء الى عندي انا. يعني النهارده لو ميناء عندي الاعماق فيها حوالي 8 متر او 10 متر او 12 متر، طب انا المركب الكبيره اللي هي عندها الدرافت بتاعها او الغطس بتاعها 20 متر هتخش ازاي؟ مش هتخش، هتضطر تدخل اي ميناء اخر في المنطقه او في الاقليم، واضطر انا اجيب مركب ثانيه تنقل لي هذه البضاعه الي. اذا هنا بقى تكلفه البضاعه سواء تكلفه على المينا على السفينه العملاقه
وتكلفة الفيدر اللي هو المراكب الصغيرة اللي بتنقل لغاية عندي أنا في هذا الموضوع، كل ده بسوي تكلفة على ثمن البضاعة، كل ده بينتهي في الآخر لإيه؟ ليس لصالح المستهلك، بمعنى إن بقت تكلفة البضاعة بقت زيادة أكتر من اللازم، وبالتالي هيحصل في نوع من التضخم أو ما هذا الموضوع. إنما لو النهاردة أنا طورت المينا دي واستقبلت هذا الجيل من السفن، خلاص بقت عبارة عن نقلة واحدة. نعم. وبعد نقلة واحدة مش بس كده، وتكلفة النقل بتاعها أقل، لأن المركب كبيرة أما بتقسم تكلفة التكلفة بتاعتها سواء المتغيرة أو الثابتة على عدد الحاويات، لما يكون عندنا شال بتشيلها مثلا 22 ألف حاوية أو 20 ألف حاوية، غير أما بكون مركب شال 8000 حاوية. صحيح. إذا تكلفة النقل هنا هتقل، وبالتالي تكلفة نقل السلعة نفسها هتقل، وبالتالي تكلفة التسعير خدمة التسعير نفسها تسعير للبضاعة نفسها هتقل، وبالتالي هتوصل للمستهلك بسعر معقول ومعقول. إذن هنا مهم جدا تطوير الموانئ، تطوير الموانئ وتطوير البنية الأساسية لهذا. مش بس كده، احنا كمان الوزارة دلوقتي بتتجه نحو بناء أسطول. احنا كنا زمان في ايام محمد علي كان عندنا أسطول صحيح 200 سفينة، احنا كان عندنا من كذا سنة في 70، يعني للأسف الشديد احنا هو دلوقتي توجه الوزارة انها بتفكر تعمل أسطول بحري ينقل، لان ده له مقومات كتير جدا وله اهداف كتير جدا في هذا الموضوع. يا رب كل الخير. بشكرك سيادة اللواء ابراهيم يوسف خبير النقل البحري، يبقى على لسان الفريق مهندس كامل الوزير بينفي نفي تام ان مصر قامت ببيع موانئها، وقال لك دي ارض، ما فيش دولة بتبيع اراضيها، ولكن نحن نسعى لتطوير موانئنا. فاصل قصير ونعود. أكثر الوزارات نشاطا في العشر سنين اللي فاتت وزارة الإسكان، من خلال منتجاتها الكتيرة المتنوعة، أراضي، شقق، مغارة علي بابا، بيت الوطن، سكن مصر، دار مصر، جنة، حاجة كده أي حد عايز أي حاجة في البلد بيلاقي فعلا في وزارة الإسكان منتجه. لكن مؤخرا وزارة الإسكان طرحت بعض المنتجات ومنها أراضي بيت الوطن على المصريين العاملين في الخارج، لأن الحجز من بره بالدولار. لكن الوزارة لقت إقبال كبير جدا لا يتناسب مع عدد قطع الأراضي المعروضة. هذا خبر يهم أغلب المصريين اللي في الخارج، لأن وزارة الإسكان قررت إضافة أراضي ووحدات جديدة لاستيعاب تحويلات المصريين في الخارج على مشروع بيت الوطن. معنا على الهاتف معلقا على هذا الخبر المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية. مساء الخير مهندس خالد. مساء الخير يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ زي حضرتك. عايز اعرف ايه الطروحات الجديده فيما يتعلق ببيت الوطن، حجم الاقبال، هل هي في محافظه بعينها ولا في مختلف المحافظات؟ لا حضرتك، احنا طبعا احنا كنا طرحنا مرحله جديده اللي هي من المرحله الثامنه في بيت الوطن، وكان انتهى الحجز في شهر يونيو اللي فات. التحويلات جات لنا طبعا، لما جات لنا تحويلات طبعا في اقبال برنامج بيت الوطن ساعه لما اطرح، طبعا الحمد لله لقى نجاح كبير مع المصريين اللي في الخارج، فلقينا حجم التحويلات اكبر من عدد الاراضي او الوحدات السكنيه طرحنا. فكان توجيه من الدكتور عاصم من معالي الوزير ان هو يعني يزود الاراضي عدد ما يقدر. فاحنا فعلا هي كانت في محافظات ايه مهندس خالد؟ عندنا حاجات في كل المدن، كانت في القاهره جيده و6 اكتوبر، ويعني في كل ما احنا بنحاول دايما حضرتك يبقى متنوعة الأراضي اللي بتنزل أو الوحدات السكنية في كل مشروعاتنا وفي كل المدن الجديدة تقريبا غالبيتها، يعني كان عندنا 10-12 مدينة، لأن احنا طبعا تعرف حياة المصريين في الخارج من مناطق مختلفة مش طالبين حتة واحدة. يعني في طب هو في سؤال البعض بيسأله حتى من ال 100 مليون اللي قاعدين في مصر، أنتوا ليه طرحين الأراضي على المصريين اللي عاملين بالخارج اللي هي بيت الوطن؟ ليه مش على المواطنين في الداخل؟
احنا بنطرح هنا حاجه، بس هو بيت الوطن ده كان برنامج كان مخصص دايما ان الشراء بيبقى عن طريق الانترنت، يعني المواطن ما بيتعملش اي حاجه، الموظف في الخارج طبعا عشان وسيله الاتصال، ظروفه في العمل في الخارج بتبقى ما يقدرش ان هو يجي في اي مقطع هنا الارض، كنا بنطرحها بالقرعه والحاجات دي كلها، مواعيد ومواعيد شغل ما بقى يسمحلوش ان هو يكون موجود. فاحنا بقينا نطرح البرنامج ده موجه للمصريين في الخارج، يبقى عندهم ميزه ان هم بيخشوا على الموقع، في موقع مخصص ليه، ما بيتعامل كله على الموقع، حتى التحويلات تبقى من خلال الموقع، وبالتالي ما فيش اي تعامل او ما فيش احتياج ان هو ينزل مصر او يكون موجود بنفسه او يروح يجي الوزاره او يتوجه لاي جهه. لا ده كله على طريق اونلاين الحمد لله، زي ما بقول لحضرتك احنا يعني بعنا عدد كبير من الاراضي وخلال هذا البرنامج. يبقى كل اللي حاجه دفع يعني هيجد قطع اراضي متوفره. التقييم بنسبه كبيره حضرتك، احنا بنتيح حضرتك اللي ما بيجيش ارض حضرتك بيبقى عنده امكانيه ان هو يعني يحجز وحده سكنيه او اي حاجه اخرى، او في الاخر لو ما لقاش حاجه في يعني في مقدرته او الحاجه اللي هو عايزها بالمناسبه بالنسبه له يقدر يقدم طلب بعد ما نقفل الحجز ان هو يقدم ان هو بيسترد. هذا الطرح بيتم على المصريين في الخارج وبيحولوا الاموال من بره بالدولار صح؟ بيحولوا بالدولار حضرتك على الدفعه الاولى فقط صح؟ بإذن الله 25% الدفعة الأولى، الحمد لله المرحلة الأخيرة لدينا إقبال كبير الحمد لله رب. لكن الباقي بيدفعوا من مصر لو موجود؟ لا كل البرنامج كله هيبقى بالدولار، يعني البرنامج كله لا بالدولار بس من الداخل ولا من الخارج؟ لا كله من الخارج حضرتك، في تعليمات البنك كله من الخارج. لأن كان في وحدات قطع أراضي اتباعت ريسيل والسداد من الداخل. لا بالنسبه لبيت الوطن حضرتك ما فيش سداد من الداخل تاني، في تعليمات من البنك المركزي للبنوك اي تحويل يخص بيت الوطن بتبقى لازم يبقى ليه اشتراطات، يا اما الدولار موجود في الحساب يعني حساب قديم دولار ما حدش بيروح يشتري النهارده دولار عشان ما يحصلش ضغط على الدولار، او الدولار جاي بيتحول مباشره من الخارج على البنك المركزي على طيب. هل في طروحات للمصريين في الداخل بالمره وحضرتك معايا؟ احنا طبعا بنطرح كل فتره حاجه زي ما حضرتك ذكرت، كل مشروعاتنا كل فتره بنفتح سواء وحدات سكنيه لو تأسست عندنا، ان احنا طبعا منتهجين دلوقتي لو بنتكلم عن وحدات ان احنا ما بنعلنش على وحدات لما تكون خلاص يعني قربت على الانتهاء من التشطيب. لسه يمكن كان في بعض الوحدات اعلنا عليها مؤخرا. بالنسبه للاراضي حضرتك احنا كنا بقى لنا يمكن حوالي سنه او زياده ما كناش طرحنا اراضي للداخل، ان احنا كنا بس في مرحله تسليم مراحل سابقه، فكنا مستنيين بس نخلص التسليمات وبنراجع دلوقتي ايه المتاح عشان نجهز لو في طرح جديد قريب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القوميه، متحدثا ان هناك اقبال كبير من المصريين بالخارج لشراء قطع الاراضي في مشروع بيت الوطن، وحيث ان الاقبال كان اكبر من قطع الاراضي المطروحه، لذا الوزاره قررت انها تتوسع وتطرح مزيد من قطع الاراضي. عايز وانا بختم اخباري النهارده عايز اشير الى تصريح المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب بان مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسه طارئه غدا السبت 13 اغسطس 2022 الساعه 12 ظهرا، وذلك للنظر في امر عاجل، ولم يتم توضيح ما هو هذا الامر العاجل يعني، لكن خلاص كده اخبرنا النهارده انتهت في المصري افندي، حلقه نهايه الاسبوع انتهت حلقه الجمعه، اشوفكم على خير باذن الله تعالى، نعيشنا وكلنا عمر الخميس القادم الساعه 8 مساء، سلام عليكم.